ورباهينتو وحلقو مقعابا إن تهي السلطة الرابعة في الدولة أود أفراد الدولة والباء اللي هي إنك استوى عليهن سلطة رسمية أود رسمية إنك استوى عليهن هدلا لكن دين عرادينتا إيه تأثيرك إيه وجهينتا وعيك جماهيرتا يددوينها إيه سمينتا أركتيها ددوينوها أي كالقبان سياسة دقالها بلشادة إيه الدولة دا ورباهينتو حكا قادتها قيبوا بكا قادتها إيه دارة سميسة إنت بضن وعيك ددوينها إيه دارة سميسة ولذلك أيها دوان رئيس وزراء دولة باكستان عمران خان أيها وحو أشياء إن إساق إيه مهاتير محمد ماليزيا إيه أردوغان تركيا صدح لا مرح وصدح دولة واوين إسكونات دايا يستان إسلاقي عنوغو إن حركة كوستان وحنا أنت ضد بدنا مسلمين الدولة ضد بدنا مسلمين أما إسلام شيكتها أحد حريهين رأيها هي أركتها رجال بيتكو أي كفصيران لعدوين كي أحداث الدنيا ذا عندما عمران خان وحنا إعلاميين إن إسرائيل مهاتير محمد هي أردوغان أي كود إحتران سيد وصمان لهاين قناة أما تي في قناة لوغو تلقلي إن لدغا لمان أركتيها لدك كوه إسلام كي مسلمين تقلون مقا عابو إسلاموفوبيا وقه فكرة دو دادك آن مسلمين تهين عقوشو دو لوغو بيرو بقست يدو لوچه دو إن عبسين لغا قليو عقيدة إسلام كا دين تا إسلام كا شراعة إسلام كا إيو مسلمين تبا تاسي وحي كينيسا يعني باهيدا يأوهودا وإعلامك أوليه هاي هادا دوني سيد إناد وحاتا هاي أستان أمديد كاغا عقيدة دادا دقن كاغا رسالة دادا أد أمديها أدونك أدسو بندكتيد ماانتادن أنو نولا هاي وحادو باهانتي إعلام بادو باهانتي وليبا إعلام قوي أيادو باهانتي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر الإسلام ودكتين سدو وقب قاتي دفاع النبي دفاعي صلى الله عليه وسلم إياه هاوشي أكوك علي إنو ببي جيسا إيا أفتح النمديسا إيا سوغان تيسا أكوك دفاعه نبي صلى الله عليه وسلم إيا الدين تأكوك دفاعه ومسألة آذية آذو مهمة ولو بهاي تاريخهان إلى الإلابين صلاح الدين الأيوبي هذا السلطان العظيم المجاهد القائد رحمه الله تعالى هاوشي وقبتي يقوشي إسلام كأسو هويي ومن تاريخ ذا مسلمين تي إسلام كبا كرحسن بال ذهب كرحسن صلاح الدين الأيوب رحمه الله تعالى بيت المقدس أي كحريي النصارى دي يسليبين تي كسو دوشي لكن هاوشي وينال صلاح الدين رحمه الله تعالى وكقمي يحرينتي عيد كيسو اي قدها او قلين قدس اي كدقين نجاستي النصارى اي مساجد كانوا اسو عليين انو النقضو قوب اله سبحانه وتعالى لغو عابدو شعائرتي سنة لغو قدتو قوشي سي ميليتري مؤرخين توحا انو شايدان وحيابها كهري جوجل ديج اوها وحي هيد إحياء روح الجهاد في المسلمين مسلمين تنصارى وإكاد كاتي أي قادي هذا يروبي كسو الدولين أي دول كي مسلمين تقبصدين أي بيت المقدس كعانتا أي كدقين أي دي كدادين مكان كاسي طاهر كآ وحن حرين تحرين يي يقوشو قاري وحكوه الرئي إن روح الجهاد أمد لقود حفافي حتى مؤرخين توحي الشيغان إن منابرتا مساجد هذا لآخر يترى آيات الجهاد في سبيل الله عز وجل يفعل أيش جهادك وهوها وها إعلام وصيلة لقبضنا يتمنتها كبدورة لقبضي رجل للمسلمين
لقوة عقلين أي مسلمين تا لقوة فهمسين أي قضية وين ومن قضايا المسلمين كمدعة سأودد إعلامكو وسائشي سو ويكل دون تي مرقبة بواها مرور قضاء الله قرد بريغان كوريني أنو أردنا هين هرقيسا طبعا وحوية دولدي كعانك أو شوعيقة أي دلك حكومة نيسي أفر تاكوني مقالة هرقيسا وحكوية لي أفر سنتر أما أفر قوبود ولونغو مغااب جيري هانونينتا ددوينه هانونينتا ددوينه او ددكا لوغو برين ووش كرينايو ان عقليغا لغي بدلايو لوغو بيرايو اوجيدوينكه يا هدافتا شعييدا يا هانتي وداغا ميشن خيريدا ليرا هبينك سو جمعه وان غرانيا انت لو خيرو سماعده واوين ايا واخ لغا اخري جيري هيسي كعانكا haddana dadka isku wiiman jiray la qasbaayo waxaan waa dhaqan doorin weeyaan waa fikir doorin weeyaan wax weyn waa in dadka lagu wacyi galiyo mashruuci shuuciga hanti wadaag ah ee xilligaas ay dawladdu kaanku awadatay bimaana in wax walba adduunka fikrood walba adduunka hana qaaday waxa la socday oo la hana qaaday oo taaba galiyay waxa iiclaan buu ahaa qalabka iya aalad iiclaamkaasi ay risaaladiisa ay ku gudbani ku gudbinaysay min waqtin ila waqtin wa min zamanin ila zaman way kala duwanayd laakiin maanta taynu joogno wax weeyaan tabaan waxaan soo marnay idaacadii baan soo marnay waxaad garanaysaan idaacada BBC da la yiraa waa idaacad aad u xun weeyaan waa idaacad u adeegtay gumaysiga ingiriiska waa idaacad loo sameeyay in dadka muslimiinta khaas ahaan iyo dadka dunida saddexaad ku nool ee ingiriisku gumaystay intaba in afafkoogii lagu gudbiyo risaalada gumaysiga iyo isticmaalka iyo adoonsiga ee ingiriisku watay ilaa maantana tiibay wadaan BBC duma gudbiso arkii islaamiga BBC duma gudbiso laanta Soomaaliga wax Soomaalida u dana BBC da Soomaaliga ma gudbiso wax in ay deen ugu jirto dadka muslimiinta iyo dadka afka doonto ku hadasho afaf badan oo muslimiina bi bi sidoo ku hadasha oo faaruugu koo ku yahay markaasi waxa weeyaan waxaan xusuustaa sawir maanta tole in baraha bulshada la soo dhigay oo waa waxa filay waa 70-tanadii iyo 80-tanadii meelahaasi recordkii yaraa oo ay odayaashii Soomaalida shantii barkii soo gali jirtay inta miis dadku markaa radio ma wada haysan qof gariya radio si haystay markaa miis uu soo dhigay dadkiina bar fadhiya bar kuraas ku fadhiya bar taagan saasa loogu wareegsan yahay oo dadka loo wada taagiya BBC di maanta waxay sheegaysaa waxay taas ku tusaysaa xoogga iyo tamarta wajihinta wacyiga bila aadmiga ee ay leedahay warbaahintu ay leedahay markaa idaacaddii ba jirtay waxaa ku soo biiray TV oo warbaahin iska arkaayo waxaa jirtay in maalinka maanta ah warbaahinta qoran ay isugu jirtaa jaraa'idka yoomiga kuwa usbuuciga kuwa shahriga ah ayaa maalinka maanta ah yani in maanta ka mid ah waxaanu saanay anigoo dhalinyara ayaa bookshopka Hargeysa ee farsamada ku ooli jiray samater bookshop baa la ooli jiray waxa la keenay jiray in Newsweek ta oo jarad caan oo in magasiin caan oo Ingiriisiga weeyaan waa la keenay jiray dhalinyaro fara badan oo in reer Hargeysa oo Afrikaanistaga waxa ku akhri jiray ayaa isin jiray usbuuciyan bay ahayd waxa kaloo la keenay jiray majalada da'wa ikhwan sinka masar ba soo saari jiray yaani afka rasmi ah ikhwan sinka ay ahayd sida awadeed alxamdulillah luqada carabiga oo iska fiicneen waxaan garanayaa maalinta in bishii mar soo bixi jirtay waxaan garanayaa bishii markay soo dhawday maanta islaay maanta ay soo baxday inaan buugsh sabatir buugsh goortiisa aan surtaa jiray yaani taasirka ay lahayd iyo ruuxda islaamiga gudbinaysay iyo warinta ay warinaysay akhbaarta caalamiga islaamiga iyo aragtida islaamiga xilligaasi subhanallah marka waxaad garanaysaa warbaahintu teeda qoraalka teeda araga iyo teeda maqalka intuba raadka ay ku leedahay wajihinta dadka bila aadmiga marka yaani way badan yihiin wasaail eelaam iyo qaabki eelaamku uu badan yahay ee maanta wax lagu gudbiyaa waayahay imanka shiicada kale ikhwaani shiica raafida oo taifa munxarifa oo ahlu bidaca oo sunnaha u cadowa oo dembi weyn ka galay saxaabadii nebiga iyo xaasaskii nebiga salawaatu llahi wasalaamu
إن نبي صلى الله عليه وسلم يجنا إلهي رأى كان نقضي وحين وحيشان شيعادي قوة اقتصادية بيشان economic power أود دقالة أيشان أود دقالة أيشان محاوسة محد الشيعادي مانتا إن فرتين قنوات فضائية وقوة جهر محاي شعبت قوة جهر المسلمين غير المسلمين ويحن أود دقالة وحي كتمت بترول كإيران بي كتمت بترول كالعراقنا إيغا مانتا كعانتكو هيا ولذلك أود دقالة أيشان إسلامي خسارين سيدا قوة أهل السنة شاقنا يا أي أقول له فراني أقول عياريني أي دينتي أمدي وحبا يقول قبل وايد بل حلق أمد حقوق قبل الله هاي لعقتي يردق عليه المسلمين وحويان ميلان مناسبهين أي قليان بل وحويان وحي كلايان ويكدينان ويكبابيان تلك أهل السنة ولكا إيران يشي عاده قامينيسا وحد عدي أيها الإخوة إنا يفرتين قنوات خاصية فضائية. أنت أفعل بكو هذا شبل إيجا قنوات فضائية. كو أفكريسك كو الله. كو أفارسك كو الله. ولذلك وحلو بهاي إن أهل السنة هدي أيش عنده هذا ساعدية. وهذه الحقيقة. قبل ما يسين أغنياء المسلمين ذاتك هنتظر المسلمين تا ذاتك دعاء المسلمين تي إن يكود دالان سأوي لنا هايين قنوات ما إنك ما أنت آه سنية ورسالة دي إسلام كقدبينا يا يعني واحد شرق قنوات كا يعني إن مستوى وأنو أدو وينين وأنو سنوه ليهين وعنش القنوات صغاية كيف يجلس بهم كذا لكن رادي وعن سوستانين أفغانية تعلمة مقالة أنت جنابه مدبذ إن لتشوقي مدة أدو دار إلا مركب ما أدو ذهن تقال هذا أفغانستان مركب بلادين أيو أسوق حمرك وكوسوق حي إلا إما كنا مقالة ما كنا بيد أضيع سي وأنا متعلمة وحويا إن وحن كده عن كر ويني معاوية يوانا جيسي رضي الله عنه يفضى إيش يسي مدبذا بورائي جاسي كل سنة وأنا صاحب صلاية عيالك القرآن كبابا أبدا سيدا توسك الشعاب أي معاوية أي عايزان ومعاوية ومعايو لكن رضي الله تعالى عنه معاوية بكايس الفكرة تمام بكايستي أنا خاصة سيب إن بضم الله علي حتى أمركو داء النقضاء وينادي وحي الله يقبر يتشر إلى نصار كل من يسوق الله عبته وحوه هي معاوية رضي الله تعالى عنه بري دويد أيوم با أذيكي بأي مد يسوق الشعاب النعضر آية يسوق معاوية أمان آية isoo wana ku sheegay aanad allah yaabayso saan ku yiri haaj maxaa dhacay wixii waxan daawaday qanaa fadaaiya tv channel ku baxa afka faarisiga markaas waa afgaani faarisiga weeyaan tajik weeyaan afka faarisiga ku baxa kolka waxan daawadaa buu yiri wadaad shiica han jiray oo afka faarisiga imika tv channel aan ma goobo daawado ka soo daayay duruus iyo muhaadarooyin uu ku naqdiyay shiicadii afkaarahooda iyo fikrada ay ka qabaan maxay ay ka qabaan saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo muawina radiyallahu ta'ala anhu kamid yahay maxaa bedelay wadaadkan maxaa aakhiradiisa hagaajiyay waa iclaam hadif oo ijaabiya oo sunniya oo risaalada islaamku sida ahayd u gudanaayo walilahi alhamd wa ta'thirka oo iclaam kulliyahay أنا الشيخ أبو حسن النذوي عالم كي يتكاتب كي هندي جها رحمه الله تعالى كتاب كيس معروف كان عن دنيا عن دنيانا عن كو ليرهيلا ذخيران ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وكتاب آذية آذو قيمة بضن إنكستو بره رقري لكن حتى في يومنا هذا واحد موسى الشيخ نكاه الله يو وقاعدة إحداثة يدعدون كعالم إسلامي ما أنت كصعود يدوني ده ساعة مبا كتاب كيس أسيوح وكون نقاشي قراءة بهم بكاء لكن قضية آذي سو تشيدتي وحو المشكلة الوعي ومشكلة الوعي عند المسلمين ومشكلة ويويا وعي جننتها يوصي المسلمين تو أيوه ليهن إلى فهمان واقع روجا أحداث ينوحنا نشر كذا عيا ومشكلة وين أو إلا ما أنت تعجن وحلاقي يا بقف مساجك كنت كنايا قف لقي يا بقى القرآن كحفظي قف لقي يا بقى إنه يهي أهل الخير أهل الصلاح لكن هدنا كغافل وح عالم كذا عيا
والله غيابه مركب قارك إخواني إن ونصف تعدوا إلهي إن كقب قاتم مشاريع لجد من أي الدين تي عقيدة ده إن كقب قاتم دين أرمه أنا دني إسلام كي مسلمين تمدنا أنا أقشرين مركب وحويا إن مشكلة الوعي عند المسلمين ومشكلة لحاله ولوبا هي هي إن علماء يددك الدعاء دي بقى يواجهان خاصة دنيارت مسلمين الشباب المسلم وحن كل رجلين يا إن أخرستان إن كتاب كاسي وكتاب قيمة بضن وح قري عالم من علماء المسلمين أي قري بركاس وحويا مسألة الأساس هو قضينا مشكلة الوعي وعلاقتها بالإعلام مشكلة الوعي هي علاقة أي للي هذا إعلام يور باهنتا وحنو ما أنت على أورانك أيها الإخوة ضد بضن المسلمين أي وح أي كدوا هيهن واقع أي كدوا هيهن وحي كجو أيهن أو نحري للهين مشاكل كوجا حقيقية يا مشاكل كوجا جوهرية علاقة الله ملها ولذلك وحنو أورانك أنا ضد بضن المسلمين ما أنت بوصلتي باكلنتي تعبير كوا أنقش سمع بوصلة الدين بمعنى وحويان ماشي أوجهدين هي اتجاه يكون سعدين هي الدين عيكون جهنائين واحد مودا بدد دردرم بعد مودا على ترى إني مشكلة ماشي كوشرتهم ميان ذي لا أركين سيدا واعي جي مسلمين تا لو دردري ميان ذي لا أركين أذي قوان إن دورة مسلمة سيدا أي مسلمين تو أي أرح الاثنين قضايات كوغي دبتها قضايات كوغ حقيقها اللي هو مشغولي قضايا تافهة وحياب اللي تا ونراد كوية لنين مستقبل كوغ يوم ما كنا سمحت له إلى النقضان أمد كوكو ميسا وقدان يسر رسالة دي إلهي ونعو تنتا خيرية دي إلهي سبحانه وتعالى وسيي عن كسا وقبا قميني إن الدكتور كوقتي سقاطه دوني مايو خصائص تأولي هاي أما إلهي هي ورباهنت إيجابية ورباهنت تبني ومحي إيجابياتك إلهي هي ومحي إيجابياتك هاسي أيو نترنينا أولا ورباهنت إسلامك هو وإني كتر كنتو رسالة دا إسلامك يا خيرية دا إلهي سبحانه وتعالى أمدن سيي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإني كتر شنتو والباهنت أن كتر جمين خيرية راسي إلهي كتر المامي أمدن شروط دينا أدقائي إسلام ركاسي أن قدين الرسالة دي إسلامكو والباهنت أسي والباهن إسلامي ما وحي دولها لغو الشيخو وحيكوها اللي كرتها مقع قبيل وحيكوها اللي كرتها مقع قبل وحيكوها اللي كرتها مقع دولة دير الدولة دوين وحي دون طاعته وحيوين هدي آني لبضع الرمود آني قدنين ماها ورباهين إيجابية مركا لغفيريو دينا إسلامك إسلام نمضع تسوامي وانم أرنت أقوي ويا رسالة إسلامك نمحا أساسه أيها الإخوة وحاو أساسها التوحيد رسول كستو إلهي صدرنا وحكوب باقي وحويا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كستو إلهي صدري والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكم يديهي إنه قلنا أن أتباع دي سيناهي وحن رسالة ده وحا أساسها قضية التوحيد ورباهنتم مركا أي كفار وقنتهي ورباهنتم مركا أي كمارنتهي توحيدك إن تدك أويردو إن عقيدة صحة أي قلوبتا أي كبيرتو وحوير ماها ورباهن إيجابي مركا دناعا لغا إيغو إسلامك لغا إيغو تلمان تلاباد وحوير وإن ورباهنتم أي كد تلماناتو محي وإن كد تلماناتو بارك الله فيكم رم شك رون شك وني كو تلمانان بين شك ها وحا كو كلفيا اني بين تشكت واحد وطاط لكن وين ورباهنت نقطه مد كو استيسن محي رون شك هذه ما كادرار يفضته فرته ورار يواسي لغا دنمه ان بين شيكسو اما تي في تشرن اتس فرته او كل بلا لو سو قبطه إن ورر بينه وحويا محد ويسه
trustki iyo siqadi iyo kalsoonida ay dadku ku lahayn ayad mooday ayad waayisa marka qofte dib dambeysay raariyahaagi iyo tv channelkaagu u furanaya ma jiro marka waan ku warbaahinta ijaabigi waan noqoto mid run sheegisa way talabaad oo aanay de xaqiiqada bedelin waa muhiim fabrication waa inaan sameyn akhbaar mawduuca oo beena aanay ummada u soo gudbin waa taabeed talabaad waa inaanay u khuduucin waaqicatan ee goobta iyo meesha ay warka ka tabinayso ka jira hadduu waaqicay waaqic faasida waa inaanay maalinka maanta aanay dabadhilif u noqon waaqica faasidka way xumaantaasi waa inaanay dabadhilif aanay u noqon laakiin waa inay noqoto warbaahintii ijaabiga ahayd ee togneed warbaahin u taagan mar walba inay khilaafto waaqica salbiga ama waaqica taban ee xilligaasi taagan waa inay ka fogaato inay dabal dhilif u noqoto dowladaha warbaahintu waa inay noqoto xor noqoto oonay dowladuhu aanay ku shaqaysan oonay warkooga tabin soo garan maysid marka warbaahintu waa inaanay dowladda u hiilin oona shacabiga ka hiilin dowladdu waa inay anzimo faasida aanay u hiilin oonay ka hiilin sharcigii iyo diintii iyo cadaaladii aanay ka hiilin marka waxa weyaan warbaahinta ay dadku ku kalsoonaan karaan waa warbaahin aan sultad u hiilinayn sultadaasi tu dowladeed ha noqoto ha noqoto tu qabiil ha noqoto ha noqoto tu xisbi ha noqoto laakiin warbaahin aan arkaayo de wax weyn akhi laa tadxak calaa cuquulina dabeeredhaan raacdi ma noqonino ee waxa weeyaan xaqaa'iqda aad soo tabinayso iyo wararka aad doonayso inaad dadweynaha iyo jabaahiirta warbaahinta inay ku qanciso waa inayna noqon warbaahin si bareera oo dulmi ku jiro ugu hiilinaysa awood dowladeed awood qabiilo awood xisbi waxay doona ahaado hadday tubta ay warbaahintu raacdana waxay noqonaysaa warbaahin ay dadweynuhu soo tufaan oon macno yeelan oo warkeeguna uu dhulka u dhaco oon la qiimayn taas waa mid waxa weeyaan warbaahinta ijaabigu waa inay ka fogaato inay xumaanta iyo shahawaadka aanay maalinka maanta ah in ka shaqayn warbaahinta caalamku badankeeduna taas u badan tahay warbaahinta caalamku maanta taasi ay u badan tahay warbaahinta ijaabiga islaamigii waxay dhisaysaa akhlaaqda waxay taabagelinaysaa xishmada iyo xishoodka waxay asturaysaa cawraadka dumarka muslimiinta ayay asturaysaa laakiin haddii ay warbaahintu taasi cagsigeega ama lidkeega ay noqoto ay tahay warbaahin ku mamanuun inay cawraadka dumarka muslimiinta dibadda ay soo dhigaan inay akhlaaq darrada ka shaqeeyaan inay ka dilaalaan fuxshiga iyo xishood darridu waxaan warbaahintaasi maaha warbaahin ijaabiya maaha ee waa in laga fogaado ugu dambeyna warbaahinta ijaabigii waa inay oo leenahay waa warbaahinta islaamiga waa inay la socoto isbedelada ku yimaada warbaahinta weliba dhinaca technologiyada ku yimaada waayo adduunku maanta wuu isbedelayaa waxaa wadaadada qaarkood baa waxaa faan bay moodayaan facebook ma lihi ama twitter ma lihi waa dawa sheekh dhan faan buu sidaa u haystaa akhi ay waaqic baad ku nooshay adduunyada joogta wa halkee sakran maysin waxa weeyaan culimada iyo ducaadda iyo ahlu khayrka iyo dadka sulaxada ah iyo dadka ahlu diinka dadka khayrka ummadda la doonaya waxa weyaan maanta macarakada runta iclaamigii macarakada fikriga ah macarakada caqaa'idiga ee dhabti maanta waxay ka socotaa waa baraha bulshada ka socotaa adiguna haddaad tahay daaci haddaad sheekh tahay haddaad nin saalixa tahay haddaad tahay nin ummadda khayr la doonaya haddaad ustaad fil jaamica tahay wax lagaaga baahay inaad baraha bulshada aad ka dhex muuqato waayo waxa weeyaan dhalinyartii muslimiintu waxa maalinka maanta ay doonayaan cid uga jawaabta su-aalo fara badan oo waaqicooga la xidhiira dhowr jeer baan ka sheegay intaan hargeysa imid masaajidka jaabir baan ku tukadaa inta badan
ملعيه جابي وكتو كذا مركا تبان كيد الحجة قصده ما نقصه قبل قبينا يا تبان كيد الحجة أي مساج كان إسكا أنا إسكا في ليشون إسكا خلوين شري ظهر كا إلا مغرب كا نو هذا ذو أخيار وقدر أي يعني عقيدة وراكسين يديني أي كم وقته أي مساج كا إلى تشوجا أنت أول تشوجا بعد ظهر وإلى تو كذا إلا مغرب كا وجو هذا ملاه مغرب كورتي أي مرك الدارو وحوجا يرشي الصلاة وتبان كي سجال كيد الحجة وين سجال كي عشرة أنت وفديو كرسي وكفديا سلفون بوه سلفون جالس وكشيء ذا يب إله إيكنه وهم ومعلم خير كله هاي وذات كسنه يدينتي جركي وعكس علامتي ويكم وقت هاي مو قانس كخرسته ولكن ده ما سنه وذات كإن وها د إن ضم حسن كقاضي صراحة سنه وذات كملها رسالة جامعة قرية وذات كملها بعشرة كحرمه تذكي ولا حريرية وان سكنافي مساج markay tobankii dhamaadan hadana wali tiin buu ku jiraa hadii waad ka waan ka idan qaatay wadaadka inaan qisadiisa sheego maal dambaan wada sheekaysanay wadaadka ana magaalada ku cusubay sheekh maxaa waxan baalkan ay ku jeeda waa maxay suur sheekh waan niyad jiban ku dhaw maxaa ku niyad jibay wixii waxan ku jira afar page baan ku jiraa afar page oo baraha bulshada afarta page page kasta waxa ku jira 500 oo kun oo dhalinyaro Soomaaliya marka isku dhawaan sa waa 2 milyan weeye 2 milyan oo dhalinyaro Soomaaliya oo isku jira maxay waxa isku jiraan wiilal iyo gabdho isku jiraan aniga ba malaha saar ruuxa xuri ma shan kun baad jeedaa mise shan boqol oo kun buu total kuna waa 2 milyan waxa lagaga hadlayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho waxa weeyaan waa kristaan baa lagu sheegay waxa lagu sheegay shaacadii waa wixii afuufaysa waxa weeyaan sawiradii qaawana baa lagu soo bandhigaya waxa weeyaan kristaanada lagu soo bandhigaya waxa lagu soo bandhigaya shukuuk baa lagu soo bandhigaya aruurti iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku waxa gal jooga iyo ku dibada jooga intaba lagu afuufaayo marka wuxuu yiri deesha qabaasan ma soo dhigo ila khayr baad ku jirtaa intana saacad hadda dadkaas waxa inta qoriya saan ku hanay jabine waxad wada jihad kalimada wadada جهاد الكلمة أي علماء بدني أي دينين إن كقاب قاتان أو كرر إن صار وحماكم قرا برا بنشد رقيب كمريه جهاد كاوين بد كتر تاعي أيها الأخ وضمان كوري وهتشوتشين حتى ما عندنا طلع حنا صبر قو كوري ردود على القرتي بوق وبدل بان كوري بوق وبدل بركا إخواني وحويا مغلطة جدا بيسين تلمان وحا هاد إن إعلام كإسلامي إيجابي وإنو ديفلوب قرايو أو تطويري وسائشي نعم درس كان يمكن أنه بين العشاء أنه آخرين وولاك سيئي واتيان خصوها نوند عمر بابا كمد هاي يا أصحابتي دي سو قرر ميسين واتان خصوها عرام مالي وحن نقود بري بين المغرب والعشاء صح صماها لكن أيها الأخوة وقت وقتك معها يا عشان عمر ميس تتنادي تشوقنا لما تشوقوا اس تتنادي تتوانا دي لما تشوقوا أديدوا اس بدي شيء سو قرر ميسين بركا حوين وإن أنه قال الله baraha bulshada culimada ay galaan iclaamka islaamiguna uu la jaan qaado isbedelada badan ee maanta adduunka ka socda wajazaakumullaahi khayr wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh